لها سؤال طويل ملخصه أن أباها عليه صوم شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ في حادث سيارة، وتقول إنه لا يتحمل الجوع إذا صام، فهل نشترك معه في الصيام نحن أو أفراد أسرته؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لا يستطيع الصيام وصام عنه أحد من أقاربه فيرجى أن يكون هذا مجزئا. ما شاء الله، يرجى أن يكون هذا مجزئا. اللهم لك الحمد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.